السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين الأخبار؟ فيديو ده قصير اهو، مش لايف طويل ولا حاجة عشان الناس ما بتشوفش، ممكن تكون ما بتشوفش اللايف الطويل ولا حاجة، لا فيديو قصير خالص اهو، في كلمتين أبرك من 10. في حالة خسارة لا قدر الله على الزمالك البطولة الكونفدرالية، والبطولة الكونفدرالية فيها فرق متوسطة، ها؟ بما فيها من فرق متوسطة، في حالة خسارة الزمالك البطولة الكونفدرالية لا قدر الله، جمهور الزمالك هيحرق الأخضر واليابس. هيحرق وغضبه سينال من الجميع. فكرة الهدوء والبرود اللي ممكن يكون فيها البعض تاني، وانا قلت الكلام ده امبارح والنهاردة، مش مقدر قيمة البطولة دي بالنسبة لجمهور الزمالك، ايه دي مشكلة كبيرة جدا هتنال غضب الجميع. بس النهاردة هو ده الملخص الفيديو عشان نخلص. يبقى النادي الاهلي للمرة 60,000 بتأجل له مباراة، ها، والنادي المنافس لنادي الزمالك في نفس البطولة هيتأجلوا نفس المباراة، ها، ونادي الزمالك بس اللي هيلعب في النص. دي مشكلة مش ما شفتهاش في حتة في العالم. يعني في ثلاث فرق في مشاركة في افريقيا، ها، في ثلاث فرق مشاركة في افريقيا، في فرقتين من ممثلين لمصر، في فرقتين من الثلاثة دول هيتأجل لهم مباراتين، الاهلي وفيوتشر، مش هيلعبوا في النص، هيلعبوا فرق اسبوع من مباراة لمباراة، ونادي الزمالك بقى يلعب ليه؟ لان نادي الزمالك ده عنده خمس فرق طبعا، وعنده بدائل كتير، وعنده هو اللي يشيل مصر، هو اللي يلعب كل مبارياته ويخلص كل مبارياته. النادي الاهلي قبل مباراة الكاس اتشال له مباراة بيراميدز، واتحطلت له مباراة سهلة اللي هي مباراة بلدية المحلة في النص قبل مباراة الكاس، وقلنا ماشي مش عارف ايه، اصل الفصل، اصل بيراميدز عنده ماتش، اصل مش عارف مين. فكل مرة في حجة جديدة لترقيع الدوري، لتأجيل الدوري، لتبويظ الدوري، لعمل اشياء مفتعلة. احنا مش بنلعب دوري، احنا في دوري مضحك 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 للغايه. يعني اللي يقول على ده دوري اصلا، انا انسان مضحك اللي انا بقول كلمه دوري على فرقه اصلا هيكون عدى عليها 180 يوم في الدوري المصري لما بدا، ها، وهي ما لعبتش 8 ماتشات. فده بقى كلمه دوري اصلا، ده عيب مني انا، قليل اللي انا اقول كلمه دوري. رسالتي لمجلس اداره الزمالك حضرتكم، لا، الهدوء ده مش في كل الاوقات، الهدوء ده مش في كل الاوقات. لا قدر الله لو الزمالك خسر بطوله الكونفدراليه، انا بقول لكم اهو، انا عارف، انا بقول لكم ايه، جمهور الزمالك عارف كميته، ده مش ماتش الكاس، دي مش مباراه في الدوري. جمهور الزمالك عنده امل كبير جدا ياخد بطوله الكونفدراليه ويلعب سوبر افريقي، يبقى عنده، يبقى اضاف للنادي بطولتين افريقيتين في المتاحين اللي الزمالك يقدر ياخدهم. فقصه اللي الزمالك هيتنازل برضه، في فيلم كان كده لسمير غانم، كان في واحده اسمها مهوده، هنفضل مهودين كده في كل حاجه؟ لا مش مهوده، دي ما اسمهاش مهوده، كل فرقه بتاخد حقها وانت كده كده، ايه يعني؟ الرابطه معتبراك ايه؟ نادي ليس لك وجود، وليس لك جماهير، وليس لك مجلس اداره، ولا انا مش فاهم. فلو سمحتوا، لو سمحتوا شوفوا حقوق النادي والمعامله بالمثل مع فيوتشر يا سيدي، مش مع النادي الاهلي، يعني خلوهم يعاملونا بالمثل مع فيوتشر مش مع النادي الاهلي. فيديو قصير اهو واضح، بطوله الكونفدراليه للجميع، للعيبه، للاداره، لكل الناس، لا مفيش سماح للحظه في التفريط فيها. اي فكره بقى اللي احنا الموضوع هادي واحنا كلنا هاديين كده وبنسات، مفيش الكلام ده. البطوله الافريقيه مهمه جدا 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 جدا. سلام.